أهلا بكم جميعا. أنا أود أن أبدأ يعني بما أنتهى إليه مراسلنا من إيران مع السيد أحمد فتحي في نيويورك. يعني كيف تقرأ هذه العقوبات في ظل الحديث عن لحلحة للملف الإيراني؟ بالنسبة لهذه القضية تحديدا، هذه الشركة مهان إير لها سجل في خرق العقوبات المفروضة. نتذكر أنه في عام 2008 استطاعت هذه الشركة الحصول على 3 طائرات بوينغ 747، وهي من الطائرات الضخمة عريضة الطراز، خرقا للعقوبات. وكان الوسيط في هذه الصفقة شركة بريطانية، وقامت فيما بعد بدفع غرامة تقدر بحوالي 2 مليون دولار بالإضافة إلى 15 مليون دولار للأضرار المدنية. وهي لا تقارن بالنسبة لحجم الصفقة في 3 طائرات بوينغ 747. هذه الشركة أيضا من الشركات القليلة، يعني واحدة من 4 شركات استطاعت أن تجتاز اختبارات السلامة الجوية والحصول على ترخيص الطيران الدولي. فإذا فهي لها مصادر لإمدادها بقطع الغيار، محركات إلى آخره، مستقرة منذ فترة. الشبكة التي تم الكشف عنها مؤخرا معظمها موجودون في تركيا، وهي دولة حليف للولايات المتحدة وعضو في الناتو، موجودون في اليونان كشركة في صورة شكل شركة واجهة للطيران العارض، موجودة في أرمينيا أيضا شركة طيران عارض صغيرة، بالإضافة إلى وجود أطراف في الإمارات العربية المتحدة وتايلاند. فهي إذن شركة عابرة للقارات. هذه اسمح لي سيد أحمد أن أذهب لضيفي في طهران سيد محمد صالح صدقيان. هل تتفق مع ما تحدث به السيد أحمد فتحي بهذا الخصوص؟ يعني بغض النظر عن أن هذه الشركة قد اخترقت القوانين الأمريكية أم لا، لكن بالتأكيد بأن هذا الحظر على هذه الشركات وإن كانت شركات غير إيرانية، لكن بالتأكيد أنها إشارات غير إيجابية بالنسبة إلى إيران. هناك بند واضح في اتفاق جنيف وقعت عليه مجموعة 5+1 إضافة إلى ألمانيا، وبالإضافة إلى كاثرين إشتون المنسقة للشؤون المنسقة الأوروبية للشؤون الخارجية. هذا البند يقول بصراحة أنه يجب أن تعلق كافة العقوبات المفروضة على إيران، العقوبات الاقتصادية، ويكون ويسري هذا البند لمدة السقف الزمني الذي يغطي هذا الاتفاق، وهو 6 أشهر. الآن عندما تفرض عقوبات اقتصادية على هذه الشركات وإن كانت شركات غير إيرانية، لكنها بالتأكيد إشارة غير إيجابية، وتعرض يعني هناك قلق عند الجانب الإيراني حاليا من مغبة التمادي في مثل هذه الإجراءات، وبالتالي يمكن أن اتضحت الصورة، يكون اختراق لاتفاق جنيف. اسمح لي أن أذهب يعني تحديدا، أود أن الحديث عن رسالة في عجالة. تفضل سيد أحمد، تفضل. إذا تمكنت من إضافة شيء في عجالة، تفضل. ولكن العقوبات التي تم إيقافها، وهذه بند صريح، هو يشمل قطاعين، قطاع صناعات البتروكيماوية وقطاع صناعة السيارات. وإجمالي التخفيف الذي سيمنح لإيران طبقا للاتفاق الذي تم التوقيع عليه هو بحجم 7 مليار دولار. لم تشمل كل العقوبات، لا، هذا كلام غير صحيح، لم يتم الاتفاق. طيب، حتى لا يذهب الحديث في اتجاه آخر، أنا أود التركيز على رسالة الرئيس الروسي بوتين للجمعية الفيدرالية، ويعني نحاول أن نتناول بعض المواضيع التي ألقى. يعني أذهب أعود مرة أخرى إلى ضيفي في طهران. كيف تقرأ طهران توفير الأمن لكل المنطقة بما في ذلك إسرائيل عبر اتفاق جنيف، خصوصا أن لطهران موقفا معينا وتصريحات واضحة بشأن إسرائيل؟
يعني الوضع الأمني والسياسي أو أي ترتيبات أمنية وسياسية في منطقة الشرق الأوسط من الضروري جدا، وهذه القراءة الإيرانية تقول بأن على دول المنطقة أن تشارك في أي ترتيبات سياسية أو أمنية في المنطقة. هناك فراغ منذ 1990 من عند انهيار الاتحاد السوفيتي، هناك فراغ أمني وسياسي موجود في منطقة الشرق الأوسط. الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا المحافظين الجدد أرادوا أن يملوا هذا الفراغ من خلال مشروع الشرق الأوسط الكبير. إيران عارضت أي مشروع أو أي ترتيبات أمنية أو سياسية في منطقة الشرق الأوسط لا تأخذ بنظر الاعتبار مصالح الدول الإقليمية، ليس مصالح إيرانية فحسب، وأن مصالح إيران، دول الخليج، دول العربية. وبالتالي هي قالت بأن مشروع الشرق الأوسط الكبير لا يمكن له أن يمرر، لأن أنه لا يأخذ مصالح الدول الإقليمية بنظر الاعتبار، وإنما هو يريد أن يأخذ مصالح إسرائيل فقط. اسمح لي إلى ضيفي في تل أبيب السيد إيدي كوهن. يعني سيد إيدي، إلى أي حد تتفق مع ضيفي من طهران، وإلى أي مدى ترون أن تنفيذ بنود جنيف والوصول بها إلى الهدف النهائي سيوفر أمن إسرائيل؟ يعني مساء الخير. إسرائيل والحكومة الإسرائيلية تراقب عن كثب ما يجري في إيران مع واتفاقها مع دول المجتمع الدولي، ولكنها متأكدة بأن إيران سوف تخترق جميع ولن تحترم جميع الاتفاقات. وإيران لا زالت من وجهة نظر إسرائيلية تتحايل وتتلاعب مع المجتمع الدولي وخاصة على الولايات المتحدة. يعني رأينا منذ سنة محاولة الإيرانيين لقتل سفير سعودية في إيران. هذا يدل على أن طهران لا تحترم أي قانون دولي ولا تحترم أي معاهدة وأي حقوق إنسان، وهذا معروف يعني. طيب سيد أحمد، يعني من الواضح أن واشنطن ترى في الضغط وسيلة إلى إيصال اتفاقية جنيف إلى الهدف النهائي، لكن يبدو أنها مع فرض العقوبات التي تحدثت عنها على الشركات يعني لم تنفذ هذه العقوبات سابقا، لكن هي رسالة ربما لتهدئة إسرائيل أكثر من أنها رسالة لإيران. هل تتفق مع هذا الرأي؟ بالنسبة لإسرائيل طبعا ليس خافيا على أحد العلاقة الخاصة جدا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، والتأثير اللوبي الإسرائيلي في داخل أروقة الكونغرس ودوائر صنع القرار. ظهر اليوم يوجد يعني مناشدة أو في ترويج لمشروع فرض عقوبات إذا لم يتم الوصول إلى اتفاق بعد 180 يوما، يتم فرض عقوبات إضافية على إيران في شكل مفاجئ، وهذا يضع ضغط، من المفروض أنه يضع ضغط على إيران، ولكن لا أعتقد أن هذا سيؤدي إلى نتيجة. أضيف أنه تم الكشف أيضا عن مجموعة أخرى من الشركات، هذه المرة مركزها سنغافورة، وهي متخصصة في الشحن وخدمة الناقلات البحرية والبترول. وكما تعلم أن قطاع البترول هو أكثر قطاع يتم تجديد العقوبات عليه، لأنه بيمثل يعني مصدر رئيسي من الدخل للحكومة الإيرانية، ولم يتم الاتفاق على رفع العقوبات عنه حتى الآن. ربما في الاتفاق الذي سيلي بعد 6 أشهر في الاتفاق الوضع النهائي، ولكن حتى الآن الاتفاق المؤقت لمدة 6 أشهر لا يشمل قطاع النفط. طيب سيد محمد صالح في طهران، واشنطن تقول أن الاتفاق مع إيران لا علاقة له بنشر الدرع الصاروخية، هل ترى طهران في هذه التصريحات عاملا جديدا لفقدان الثقة، أم أنها يعني تفضل غض الطرف عنها على الأقل حاليا؟ يعني في حقيقة الأمر طهران تسمع كثيرا من التصريحات التي لا تنسجم مع حسن النوايا ومع اتفاق الخطوة الأولى من أجل تسوية ليس الملف النووي الإيراني، وإنما تسوية كل المشاكل العالقة بين إيران والولايات المتحدة. إيران ربما تتفهم الضغوط التي يمارسها الكونغرس أو بعض المتشددين في الكونغرس الأمريكي ضد الإدارة الأمريكية، لكن يجب على الإدارة الأمريكية أيضا أن تعلم بأن هناك ضغوط تواجهها الحكومة
الحكومة الإيرانية والدبلوماسية الإيرانية وتحديدا وزارة الخارجية الإيرانية، وبالتالي هناك الكثير من التناقضات بين ما تقوله أو يقوله المسؤولون الأمريكيون في العلن على وسائل الإعلام، وبين ما تستلمه طهران من رسائل خفية ربما ما وراء الكواليس، وبالتالي إيران تستقبل إشارات متناقضة. أنا أعتقد بأن على الإدارة الأمريكية والحكومة الأمريكية الحالية أن تعي الظروف الحساسة التي يمر بها اتفاق جنيف، وتعمل على استغلال هذه الظروف التي أولدها الخطاب المعتدل للرئيس الإيراني حسن روحاني، من أجل استثمار هذه الفرصة في تحقيق ليس المصالح الإيرانية وإنما أيضا مصالح الدول الغربية بشأن الاتفاق مع إيران. طيب دكتور إيدي كوهن، إسرائيل دعمت دائما موضوع نشر الدرع الصاروخية لأنه كما أكدت واشنطن والغرب قصد به مواجهة التهديد الإيراني. برأيك كيف ستتعامل تل أبيب الآن مع هذا الموضوع، وخصوصا بعدما أكد الرئيس بوتين أن يعني مشروع هذا الدرع الصاروخية ليس مشروع دفاعي بل هو مشروع هجومي؟ يعني تل أبيب لطالما ليس لديها أي ثقة مع طهران أو مع بها في هذا الاتفاق. يعني إسرائيل تعتقد من وجهة نظر إسرائيلية أن القرار شن الحرب على إيران أو ضرب إيران يجب أن يكون يعني مؤخذ بالاعتبار. ليس هناك أي ثقة مع إيران أو مع طهران أو مع هذا الاتفاق، اتفاق جنيف كما يقولون. إيران هي نفسها الآن تفتقد من مصداقية، ويجب أن تبرهن أن هي سوف تحترم هذا الاتفاق حتى لو كان مرحلي. هذه من وجهة نظر إسرائيلية. الحكومة ليس لديها أي ثقة مع إيران أو مع جميع المسؤولين الإيرانيين. أنا أقول أن هذا الاتفاق تم بمناسبة انتخاب الرئيس روحاني. يعني المجتمع الدولي قرر أعطاء فرصة لإيران لطهران أن تجد حلا لهذا الملف النووي العالق. ولكن ماذا بالنسبة للدرع الصاروخية؟ ما هو موقف إسرائيل بالنسبة للدرع الصاروخية؟ هل تتفقون مع أن يعني هذا المشروع هو مشروع دفاعي، وبالأساس وجد يعني مواجهة إيران أو المخاطر النووي الإيراني، أم أنكم تتفقون مع رسالة أو تصريحات الرئيس بوتين الذي أكد اليوم أن هذا المشروع ليس مشروع دفاعي بل مشروع هجومي؟ إسرائيل يجب أن تكون جاهزة لأي عدوان إيراني سوف تتعرض له. لذلك هي نعم هي ليس لدي أي ثقة. وهذا الدرع الصاروخي يعني هو ليس فقط للدفاع عن إسرائيل فحسب، بل للدفاع عن دول أوروبا. شكرا 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 جزيلا. إذن كان معنا من طهران مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية محمد صالح صدقيان، ومن تل أبيب المحاضر في جامعة بار إيلان الدكتور إيدي كوهن، ومن نيويورك المحلل السياسي أحمد فتحي. شكرا جزيلا لكم.